الأخت من فرنسا تقول إن أختها أو إن أختها في فرنسا في الشهر الخامس وجدوا جنين ما في جمجمة. طيب طبعا هنا يعني لاستجلاء هذا الموضوع من الناحية الطبية معنا استشاري الأطفال الدكتور عامر الأرضي. الدكتور عامر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، حياك الله. الآن عندنا حالة جاء فيها سؤال أن امرأة عملت الرنين أو التصوير، هذا التصوير للجنين، فقالوا وهو في الشهر الخامس، فقالوا لها أن هذا الجنين ليس فيه جمجمة، ويعني قالوا أنها لابد أن تجهض وهي مريضة بالسكري. أول شيء نريد أن نعرف منك يا دكتور عامر، يعني ما هي هذه الحالة طبيا؟ لأنها تتكرر علينا، نسمع أن الجنين تم له تصوير وما في عظام في الجمجمة. ما هي هذه الحالة وما هي المضاعفات؟ هل لو ترك هذا الجنين يضر الأم؟ هل لابد من التدخل أم لا؟ فلعلك تفيدنا وتفيد الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، جزاك الله خيرا. تفضل يا أخي. بارك الله فيك، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحالة التي تذكرها شيخ محمد يبدو أنها حالة نسميها تشوهات الأنبوب العصبي، والأنبوب العصبي الحقيقة يبدأ من قمة الرأس الدماغ وينتهي بالعصعص بما فيه من العمود الفقري والقناة الشوكية. يبدو من الوصف أن هناك عدم تشكل للدماغ المترافق مع انعدام أيضا تنشؤ الجمجمة وفروة الرأس معها، وهي الحقيقة تحدث، نشاهدها بالنسبة لا بأس بها، والسبب غير معروف بدقة، إنما المعروف أن الأنبوب العصبي يأخذ بالتشكل في الأيام الأولى بعد التلقيح، وعادة هذه تحدث ربما من اليوم 23 إلى اليوم 26 في هذه الفترة. الحقيقة هناك بعض المسببات المعروفة أحيانا كنقص فيتامين الفوليك أسيد أو حمض الفوليك، أحيانا بعض الأمهات المستخدمات لأدوية ضد التشنج ربما أيضا تساهم في إحداث هذا التشوه، بعض الأحيان الأمهات السكريات أي المصابة بالسكر الحملي أو السكر المديد أيضا قد تكون مؤهدة أطفالهم أو أجنتهم لهذا التشوه. لكن أيا كان هذا ما يبدو من وصف الأخت السائلة، فنقص تشكل الدماغ أو عدم نمو الدماغ أو حتى غياب الدماغ يترافق عادة مع نقص أيضا تشكل عظام الجمجمة، فيصبح الجنين يعيش في بطن أمه بالمناسبة، ويصل إلى مرحلة تمام الحمل الأسبوع 37-38، وقد تكون الولادة طبيعية أيضا دون أن تتأثر الأم في هذه الحالة، ولكن الوليد بعد الولادة لا يعيش، حيث أن كثير من مراكز الحيوية غائبة، مركز التنفس ومركز القلب وهكذا، فيموت مباشرة بعد الولادة بفترة قصيرة. السؤال، هل هذا الجنين له تأثير على صحة الأم؟ الظاهر لا يوجد تأثير على صحة الأم، وبالتالي ما هناك من ضرر من استمرارية الحمل كخطورة على الأم، هذا الشيء المؤكد. طيب نعم. الآن طبعا السؤال فيه أن هذه المرأة عملت التصوير في الشهر الخامس، ومعنى ذلك الشهر الخامس يعني نفخ فيه الروح، ومعنى نفخ فيه الروح أن القيام بإجهاض الآن يعتبر عملية قتل، شرعا تعتبر عملية قتل، فلو قلنا لهم الآن لا يجوز لكم الإجهاض ما دام لا يوجد خطورة حقيقية على حياة الأم، اتركوا خلق الله لله يفعل فيه ما يشاء، إن سقط قبل
الحمد لله، وإن ولدته حيا ثم مات فلهم الأجر من الله على الصبر. يعني بما أنك تقول يا دكتور عامر أنه في الغالب أو حسب وصف السؤال أنه ليس هناك خطر عليها وممكن يكمل الحمل بشكل طبيعي وتلد بشكل طبيعي ثم بعد ذلك يموت غالبا، خلص هذا أمره يعني إلى الله. فإذا يعني نشكرك، جزاك الله خيرا على هذه الإفادة الحقيقة، وأثابك الله على ما تفضلت به. وبناء على يعني كلام أخينا الدكتور عامر، إذا ننصح هذه الأخت بأن لا تقرب جنينها وأن لا تحدث فيه أي إجهاض. الإجهاض الآن يعتبر قتلا لأن في الشهر الخامس والروح نفخت، فهذا خلق الله لله يفعل فيه ما يشاء. تبقى على طبيعتها وتصبر وتحتسب، وهذه قضية نوصي بها إخواننا من الأزواج والزوجات، أنه إذا حصل للجنين شيء وما في خطر حقيقي على حياة الأم خلوه لأمر الله، الله يفعل فيه ما يشاء. يسقط قبل، هي يجهض بشيء يعني طبيعي بدون تدخل. أهم شيء نحن ما نتدخل في قتل أو إزهاق روح، يعني روح منفوسة، نفس منفوسة. فإذا ولد وتوفي بعد ذلك خلاص، أليس هذا الآن ينطبق عليه حديث فضل من فقد ولدا؟ من فقد ولدا، من مات له ولد ومن مات لها ولد، ولو قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الله يبني له بيتا في الجنة ويسميه بيت الحمد. إذن يا أخي، ما دام ليس هناك خطر على حياة الأم يبقى ما نتدخل، لو تدخلنا فيها قتل نفس. ثم ما ندري عن يعني دقة التصويرات ويعني ما قد يحدث، قد يصلحه الله عز وجل، قد إلى آخره. ولذلك يترك ما دام ما في خطر على حياة الأم، يترك والله يتولاه بما شاء، الله يتولاه بما شاء، ونحن نستسلم لأمر الله عز وجل. ولا يقال الآن راح تحملي 3 أشهر زيادة على الفاضي، 4 أشهر زيادة على الفاضي، راح تولدي على الفاضي. ما هو على الفاضي يا جماعة، ما هو على الفاضي، هذه فيها أجر، فيها أجر، وفيها أجر على الصبر. ولو قال الدكتور طب هو ميت ميت، يعني الآن لو أجهضناه ميت وبعد الولادة ميت، نقول اتركه، الله عز وجل إذا كتب الموت عليه وصبرنا على الموت هذه في أجر عظيم. ما هو سواء أن نتدخل نحن أو أن يموت من تلقاء نفسه. فإذا في فرق كبير بين قضية أن يقوم الطبيب بقتله وبين أن يموت من تلقاء نفسه. اتركه لله، اتركه لأمر الله.